نرجع معاكم مشاهدينا الكرام، اكيد نكمل لقاءاتنا في صباح الخير يا كويت. وموضوعنا القادم موضوع مهم ويهم كل اطياف المجتمع، لانه بالفعل صارت ظاهره يا هاشم. صحيح. اللي هي ظاهره العزاب، سكن العزاب. فسكن العزاب اليوم بالمناطق السكنيه المخصصه صارت ظاهره، ولان قاعد تاثر على السكن العائلي، وهي من الامور اللي اكيد اليوم تزعج سكان هذه المنطقه، اضافه الى انها اكيد تشكل خطر على العوائل وعلى الاسر اللي ساكنه يم هذه المناطق السكنيه. اكيد عبد الرحمن. ومن ناحيه ثانيه، وهذا شيء مؤكد، ان تبذل بلديه دوله الكويت جهود مستمره للحد من هذه الظاهره، ظاهره سكن العزاب في المناطق السكنيه. ولمعرفه تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا اليوم اخونا زيد مانع العنزي، رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع في بلديه محافظه العاصمه ومقرر لجنه العزاب ببلديه الكويت. حياك الله معنا، منورنا ومشرفنا. الله يحييكم، انتم الشرف، وانا سعيد في يعني استضافتكم لنا ان شاء الله. حياك الله ابو اسامه، واحنا سعداء بوجودك معنا وسماع هذه المعلومات حول هذه اللجنه. فنبي نعطي المشاهدين نبذه عن اليوم فكره فريق الطوارئ والتدخل السريع اللي تابع لبلديه الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فريق الطوارئ والتدخل السريع انشا بقرار من السيد مدير عام بلديه الكويت، وكانت عنده اختصاصات محدده، يعني يمكن الاسم يعبر عن ذاته، التدخل السريع اذا في حال كانت هناك ظواهر تستدعي التدخل مباشر تحت متابعه السيد مدير عام بلديه الكويت وايضا معالي وزير البلديه، فيكلف هذه الفرق في هذه المهام لحلحله يعني هذه المواضيع ومساندة الإدارات المختصة يعني لدفع في الدفع في العمل تجاه هذه الظاهرة، ويكون يعني في تركيز من الإدارات الأم في يعني أعمالهم الثانية، وهذه طبيعة يعني طبيعة تواجد أو جزء من طبيعة تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في المحافظات الست. ممتاز، جميل جدا. ننتقل للحديث حول موضوعنا الرئيسي وهو سكن العزاب في المناطق السكنية. اليوم لو نتكلم عن أكثر المناطق السكنية في دولة الكويت اللي يشكو سكانها من سكن العزاب، شو راح تقول لنا أبو أسامة؟ أول شيء أنا حاب أعرف السادة المشاهدين على مرسوم قانون سكن العزاب، وهو صدر في سنة 1992 رغم 125 لسنة 1992، أنشأ هذا القانون وأسند هذه المهام لبلدية الكويت. هو مو قانون بلدية، هو قانون مجلس وزراء، وأسند هذه المهام لتطبيق أحكام هذه المهام لبلدية الكويت. إحنا لما نقول مثلا أكثر مناطق تعاني، طبعا أكيد ما نبي يعني نتهرب من السؤال، الناس تطري عليها جليب الشيوخ. فجليب الشيوخ يعني منطقة الآن تحظى في اهتمام مجلس الوزراء من ناحية يعني في مبادرات التثمين أو إيجاد حل جذري للقضاء على يعني المشاكل اللي موجودة في الجليب. لكن احنا لو بنقول بشكل عام في يعني في أكثر المناطق هي المناطق القديمة، يعني المناطق اللي صار لها أكثر من 40 سنة، يعني مناطق بيت على قولتهم الوالد، والناس طلعت وصارت هذه البيوت ورثة، وتبدأ عاد العالم تستثمر في هذه العقارات بشكل مخالف للقانون. صحيح. في كل محافظة فيها يمكن منطقة منطقتين يعني. لو نبي نعطي المشاهدين بعض الأرقام يعني عن عدد المخالفات اليوم، مش كثر خالفتوا من سكن العزاب، وهم تعرج على يعني إذا سمحت حول المجلس البلدي وتعاونه معكم. ممتاز. احنا شوف يعني اخذنا منهجيه جديده في مرسوم سكن العزاب لما معالي وزير البلديه انشا هذه اللجنه، يعني اشرك معانا بعض الجهات المعنيه اللي لها دور مباشر في هذه المظاهر، يعني حتى اسم اللجنه لجنه يعني متابعه مظاهر العزاب. العزاب كفعل هو مجرم، انك انت تسكن عزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، لكن شنو المظاهر اللي تتبع معه؟ يعني عندنا مثلا انتهاكات في الخدمات، يعني تلقى مثلا البيت في تكدس من العماله. بعطي مثال بسيط، البلديه يمكن انت تدفع وانا ادفع، او كويتي عنده بيت يدفع دينار مقابل رسوم نفايات، احنا نقول هذا مصدر للنفايات، يعطونك حاويه صح وحده. زين، اذا كان في مثلا يعني
عزاب او 20-30. فاحنا دائما احيانا الحين قمنا صارت عندنا يعني حرفيه شوي بمعرفه المخالفين من الحاويه، اذا صح. كان فيه تكدس نفايات تكدس ندري ان هذا البيت مخالف. طبعا هذا غير الكهرباء والماء، غير الكهرباء والصرف الصحي بالضبط. وغيرها من المشاكل يعني عنها. الكهرباء يعني الدوله مشكوره يعني قاعد تدعم المواطن الكويتي في الاستهلاك، يعني صح. مثلا الواط مثلا 2 فلس الجالون، 8 فلس غير الاستثماري، فهذا قاعد يعني يستثمر بدعوم الدوله وهذا مخالف. صح. فأشركنا يعني وزارة الكهرباء معنا، وأشركنا أيضا وزارة الداخلية متمثلة في يعني قطاع المباحث، وأشركنا أيضا معنا القوى العاملة، وأيضا أشركنا الهيئة العامة للبيئة، فهذول كل هؤلاء لهم دور، وأيضا أشركنا وزارة العدل من ناحية السجل العقاري لجلب المعلومات بشكل سريع، وأيضا أشركنا المعلومات المدنية لضبط يعني البطائق المدنية ومثل شعبادين. نعم صحيح. يمكن قاعدين نشوف هذه بعض العمليات والمخالفات والضبطيات اللي أنتم قاعدين تقومون فيها من خلال العمل الميداني. أخوي زيد، ننتقل حق المشاهدين ونوضح للمشاهدين كيفية تقديم طلب بلاغ عن مسكن في عزاب بأحد المناطق السكنية العائلية. الحين أنا ساكن اليوم كعائلة، فجأة اكتشفت أن البيت اللي يمي في عزاب، شلون أبلغ؟ طبعا احنا دائما ناشد الأخوان يعني الجمهور في حال وجود شكوى أنه يلجأ إلى القنوات الرسمية اللي الدولة يعني وضعتها لك. احنا دائما نعاني من السوشيال ميديا، انت تقدم شكوتك بالسوشيال ميديا ماكو فايده، ماكو يعني. فايده اول شيء ما حفظت حقك، ثاني شيء ممكن ما حد ينتبه لها. صحيح. لكن احنا في الحين حتى مجلس الوزراء يعني وضع في برنامج سهل، اي وزاره دش تقدم بلاغ يعني. صحيح. البلديه وانت قاعد ببيتك يعني ما تقهوى تطق لك الشكوى وانت يعني. صحيح. لا تروح ولا تجي يعني. صح. خلال اكيد تطبيق اي بلديه اللي هو تطبيق نعم. بلديه الكويت اللي من خلاله الواحد يقدر يصور بالضبط ويدز الشكوى من خلال اللوكيشن نفسه ويكتب مسمى الشكوى، وايضا في واتساب. ها بالضبط في واتساب، لكن انا اشجع انه يدونها عبر البرنامج سهل. ليش؟ عشان توثق هذه الشكوى، عشان نقدر نحاسب اذا كان في تقاعس من جانب الاداري. هذه الشكوى خلاص سجلت ودشت بشكل رسمي، فمطالب القسم بمتابعتها بالضبط والانتهاء منها، فالمدد الزمنية تصير كلفة على الموظف في حال إذا ما أنجزها. صح. وأيضا يحفظ حقك أنت كشاكي، أنت متضرر باكر حتى لو بترجع وكذا إلا البيانات موجودة. فأنا دائما أناشد الأخوان الجمهور أنه يفعل دوره، نرفع نسبة الوعي في ثقافة البلاغ أو ثقافة الشكوى. بس لازم شكوى، لازم شكوى طبعا ما يصير يعني بالضبط، لان سكن خاص. اول شيء العزاب ما هو يعني ما هو مثلا وزار عشان انا اعرف انه عازب او قحفيه. العازب لازم ثبوتيات، فاحنا من اجراءاتنا لازم يعني اهل يعني اهل الفريج وهم ادرى في منو عندهم. نعم. فلما يقدم بلاغه احنا ناخذ اجراءاتنا التبعيه بوضع ملصق، بعدها نرفع كتاب لاداره البحث والتحري تتحرى عن هذا العقار، تجاوبنا الاداره ان هناك عزاب، نحرر محضر ضبط، نرفع كتاب لوزارة الكهرباء بقطع التيار، وأيضا إذا يبي يرجع. وهذه الإجراءات كم تستغرق يعني مثلا من 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 وقت يعني وصولكم إلى البلاغ، مكان البلاغ، ممتاز، إلى فترة قطع التيار الكهربائي، وهو أول إجراء صح؟ إيه نعم. إيه؟ إحنا في السابق كانت يعني البيروقراطية عندنا، إحنا الحمد لله يعني وضعنا خطة عمل وفق رؤية محددة المهام والزمان، حطينا 6 شهور. يعني احنا الان بصدد الانتهاء من المرحله الاولى الميدانيه، تنتهي في 11-12، وراح نقيم مرحلتنا ونعالج اخطائنا ونطور من شغلنا. فمن تقديم البلاغ الى الانتهاء من الاجراءات يعني ما تتجاوز ان شاء الله باذن الله بجهود الشباب الموجودين في الفرق ومتابعاتهم ما تتجاوز 10 ايام اذا الله يسر بإذن الله. أبو أسامة، يمكن تحت الهواء كنا قاعدين معاك وكنت قاعد تورينا دراسات وأحصائيات جميلة جدا، وشرحت لنا إنزين كيفية الاستطلاع والتحري والضبطيات، هذا أنا قاعد أشوف الإحصائية يمك هذه، كلمنا عنها شوي. طبعا الإحصائية هذه إحنا يمكن هذه أنا سويت أبديت قبل لا أجي. ممتاز. الإحصائية هي مستمرة، إحنا خطة عملنا على يعني أيام الأسبوع شغالين الشباب في المحافظات. صحيح. الست، فسوينا جدول لكل محافظة، كل يوم تنزل محافظتين تستقبل البلاغات. يعني مثلا عندنا اللي دش علينا كبلاغ رسمي 600 516 بلاغ،
لكن انا ما بفاجئ الناس. 516 بلاغ، 516 قضينا يعني ادينا اجراءاتنا فيها الحمد لله، يعني صفر بلاغات الان. حلو. في اجراءات لاحقه، احنا ما نقول 516 بلاغ انتهينا من يعني المشكله، لا، لكن في اجراءات لاحقه يعني في طور الحل. بالضبط. وضعنا الملصقات، رفعنا كتب حق وزاره الداخليه البحث والتحري، بعضها قطعنا التيارات عنها، يعني عندنا القطع التيار 291 عقار تم قطع التيار عنه. لما نقول قطع التيار عنه يعني أثبت أن هذا العقار فيه عزاب أو هناك انتهاكات في الشبكة الكهربائية عبر إنشاء مباني مخالفة من مواد خفيفة وتمديدات تشكل خطورة على كيربي ولا جبس ولا بالضبط، هذه تشكل خطورة على قاطنين المنزل وأيضا على الشبكات، يعني تنقطع الكهرباء أحيانا من هذه المنازل. صحيح. وعندنا بعد العقارات بشكل عام يعني اللي تم كشف عليه 425 عقار الآن، لكن ال 516 هو انذار، هو الانذارات الموجهة. نعم. سنعطيكم الصحة والعافية، وإحنا نتمنى يعني ننتهي من هذه المشكلة من خلال جهود فريق الطوارئ والتدخل السريع اللي قاعد يبذلون جهد كبير، وأنا متأكد هذه الإحصائية يعني قاعد تغير يوميا ولا اسبوعيا قاعد تزيد. والله الابديت هو احنا دائما ناخذه هو يوميا، بس هي. الابديت ناخذه احنا بشكل اسبوعي، وايضا يعني نتابع، يعني مو بس ارقام هي مجرد ارقام، احنا نتكلم ونقول ارقام نعلم انه ورانا ديوان محاسبه، ورانا جهات مسؤوله. صح. وتدقق على هذه الارقام. فلذلك احنا دائما الارقام اللي ناخذها من الشباب من الميدان نتابع سلامه اجراءاته وانه انتهى من هذه الاجراءات. للامانه في كلمه حق انا بقولها بس اخوي عبد الرحمن، يمكن جهودكم واضحه ومشكورين على هذه الجهود. بالنسبه حق المناطق اللي يمكن انا يعني اتردد عليها دائما بحكم خلنا نقول العلاقات العائليه، بحكم السكن او غيره او هذا، انزين شفنا جهود مشرفه جدا وترفع الراس في منطقه الدسمه، في منطقه القادسيه، في بنيد القار. انزين فيعطيكم الف عافيه على هذه الجهود الجميله اللي قاعد تقومون فيها، يعني على مختلف يعني بقاع خلنا نقول دوله الكويت، بس هذه انا المناطق شفتها بعيني وشفت جهود رجال البلديه. يوالكم العافيه. الله يقول كذلك لكل المشاهدين، اي شخص عنده شكوى قدم شكوتك اليوم ولا تتردد في تقديم هذه الشكوى، انا متاكد ان الشباب راح ياخذونها بمحمل الجد وراح اكيد يتابعونها، وانت تتابعها وتطمن وتطمن يعني على اجراءات هذه الشكوى. وعسى الله يحفظكم يا رب ويحميكم. وشكرا لك الاستاذ زيد العنزي على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات. الله يجزاك خير، ما قصرتوا. شكرا. كل الشكر والتقدير لضيفنا الاستاذ زيد مانع العنزي، رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع في بلدية محافظة العاصمة ومقرر لجنة العزاب ببلدية الكويت. عبد الرحمن قاعد يحارشني، فاصل نرجع لكم.